سرحان فيا يا راجل؟ ايه عقبال ما ربنا يهديك وتسرح زي يا منير. انا خلاص هتجوز. تتجوز؟ طب وانت عارف انك عشان تتجوز لازم يكون عندك تصريح من القائد؟ قائد؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ انا كمان كنت هتجوز شوشو الجمعه اللي فاتت، بس المأذون قال لي لازم اجيب تصريح من القائد. انت تتجوز؟ ايوه يا راجل، انا اتغيرت خالص، البحريه غيرتني. مش قلت لك؟ اسمع، احنا بكره نروح لحضره القائد وناخد منه تصريح بالجواز. يا ريت، بس مش ممكن. مش ممكن ليه؟ انت ناسي ان احنا طالعين بكره زياره لوحدات الاسطول؟ يا نهار اسود، عدم المؤاخذه، الواحد قاعد زي الاسطول. يلا بينا. يلا. Thank you.
ولا ما مرش. في حاجة يا سويس؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، من اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائل. لسه فيه رابع؟ الطيران يا فندم. الله يخرب بيت. بيتي يا فندم، بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا، مستجدين. ايه انت؟ الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستجدين صفا، مستجدين. انبا مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟ مخالي شل يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري. مخالي شل يا جماعة. اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا كمان اطرش ما بتسمعش. مخالي شل يا فندم. حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطته بغلبته يا عسكري. مخالي يعني جمع نخلة. شيل النخلة. حاضر يا فندم. اليمين ضرب انصراف. مش ممكن يكون في أربعة منهم. أنا ما اديش عقلي لغيري أبدا أبدا. طعمين بقى على اليمين حتة كما كنت، على اليمين حتة كما كنت، على اليمين حتة كما كنت، كما كنت يا عسكري. بصوا قدامك يا عسكري رجب. اقعد رقبتك يا عسكري. اصلها سرجنت يا فندم. متشكر قوي يا شويش عطيه، ربنا ما يحرمك مني. اخلص حتي كما كنت. ما بتهدش فيه يا عسكري، لسانك مزنجر زي رقبتك. غلطان يا فندم. حقك. اخلص. عد بقى كما كنت. استنى نمرتك يا عسكري. حمزة ما يا عسكري عد بظهورك. حمزة دلوقتي كل واحد عرف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمرة لها عمل على المدفع. أول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اخلص. طقم المدفع عد. حصل ما بتعدش ليه يا عسكري؟ هو انا لحقت يا فندم؟ هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه والندى بسرعه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كمان مره. اخلص. طقم المدفع عد. بررم. شغلتك على المدفع بررم. ما هو يا شويش عطية أصلي للحكاية. اخلص. انت نمرتك كام يا عسكري؟ أربعة. وأربعة دي شغلتها ايه على المدفع؟ فلايس الباشا هاي الهلفات بلاست الوبدك هاي هبلا هبلا هاسل با. اخلص. دي شغلتك على المدفع؟ لا يا فندم لسه. هاي الفهد هاي شابو كراكة بشو شلتها. اخلص. عسكري راجع. مرة تانية هتعمل الحركات دي هدخلك المكتب محبوس. سامع؟ سامع يا فندم. انما المرة دي هكتفي انك انت تدهن المدخنة ابويا. امشي غير هدومك يلا. حاضر حاضر.
طعم ما تفعل بتشتغل وانت سارح يا عسكري. الله يقرفك. شوف عملك توديك في ده يا يلو. حاضر يا فندم. اركب انا هفرقك يا طور. سامحوا النبي يا شويش عطية. لم ممكن أسمحه أبدا أبدا. يا شويش أنت تعرف أنني لا أحب إلا الحق ولا أقول غير الحق. رجب لم يتخلص نهائيا من ركوب الهواء، وعندما سمع الصفارة نط وفط وقفز وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم. يا جدع أنا ما بفهمش كلامك، اسكت أنت. يا لك من شنقيط. شنقيط؟ شنقيط يعني يا منير؟ أيوه شنقيط. قصده يقولك يعني إن الجردل وقع منه غصب عنه. غصب عنه بكيفه، اسمه إهمال، والإهمال في العسكرية يضيع أرواح ولا بد من جزاته. اغفر له يا شويش، لقد حصل اليوم على تصريح كي يتأهل. يتأهل؟ يتأهل يعني خد أجازة عشان يتجوز. يتجوز؟ طب ما دام هيتجوز مفيش داعي. تجربة نوبة غرق. Thank you.
مش احسن دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير. تاخد بكره كمان راحه وبعدين؟ لا انا عاوز احضر بكره ضرب النار وزرجع لك دوار البحر. انا خلاص انا ما بخافش من البحر، انا بحب البحر.